السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة أعزائي المشاهدين هتبقى حلقة شاملة عن الصيد ليلا. هتبقى شاملة إيه العدة اللي أنت محتاجها كشنطة العدة وكل الإمكانيات اللي أنت عايزها، إيه نوعية الأسماك اللي أنت رايح تصطادها، إيه أنسب طعم بالنسبة للمكان اللي أنت رايح تصطاد فيه. فاعذروني النهاردة تبقى حلقة طويلة شوية، بس هتطلع إن شاء الله من الحلقة ديت عارف كل حاجة عن الصيد ليلا. إذا كنت مبتدئ هتعرف إيه كل حاجة من الألف للياء عن الصيد ليلا. مبدئيا لو أنت حابب فكرة الصيد ليلا، أول حاجة يفضل إن أنت ما تروحش لوحدك، لازم على الأقل يكون في شخص على الأقل أو شخصين معاك وأنت رايح تصطاد ليلا. دلوقتي لو جينا اتكلمنا على شنطة العدة، إيه الشنطة اللي أنت محتاج توضبها معاك وأنت رايح تصطاد ليلا؟ أول حاجة يكون معاك على الأقل كشاف او كشافين، واحد فيهم بيكون بيتركب على الراس. دي نقطة مهمة جدا من العدة اللي انت محتاجها وانت رايح تصطاد ليلا. تاني حاجة محتاج على الاقل نوعين او ثلاثة من الغماز لو حابب فكرة الصيد بالغماز. النوعين او الثلاثة دول باحجام مختلفة وبتقل مختلف، ويفضل اذا كان متواجد في الدولة اللي انت فيها او بتصطاد فيها، يفضل لو تلاقيت الغماز بلمبة من فوق، لو في لمبة من فوق هتبقى جميلة جدا، هتناسبك جدا في الصيد ليلا. تاني نقطة معانا، محتاجين يكون معانا كذا نوع مختلف من السن، على الأقل 3-4 أنواع مختلفة من السن، كحجم أو ملوي أو فرنساوي أو مفرود، لازم يكون معاك 3 أو 4 أنواع، وهنشرح بعد قليل إيه الفكرة أو الهدف من فكرة اختلاف السن. النقطة اللي بعد كده اللي انت محتاجها الرصاص، حاول بأقصى ما يمكن برضو يكون معاك كذا اختلاف كذا نوع رصاص. إذا كنت على سبيل المثال بالغماز يكون معاك باختلاف أحجام الرصاص، لو بالحداف يكون معاك كذا تقيل أو رصاص بالنسبة للحداف. رابع النقطة اللي بعد كده اللي احنا محتاجينها، وهي في كذا في بلاد مختلفة، في بلاد بتسميها ملقاف أو مثلا شبكة صغيرة بعمود عشان تطلع السمكة من المية، وبرضه هنشرح أهمية الشبكة ديت في الصيد ليلا. ودلوقتي هنتكلم على النقطة المهمة، وهي ايه الطعم اللي انت عايزه وانت راح تصطاد بالليل. قبل ما تختار الطعم لازم تفهم نقطة معينة. مبدئيا ايه الاسماك اللي بتبقى نشطة ليلا؟ هي الاسماك المفترسة. طيب فكرة ان الاسماك المفترسة دي لما بتبقى نشطة مبدئيا هي بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على اسماك، على دود، على كاليماري، على جمبري، على سيبيا، بالبلدي على اللحوم. الانواع دي بتتغذى على اللحوم، يا اما عجينه زفره بتقسم بطعم السردينه ولا بطعم الجمبري ولا اي طعم. دي نوعيه الاسماك المفترسه اللي بتبقى نشطه، اللي هي بتدور على طعم او بتدور على اكل، بتبقى نوعيه الاسماك المفترسه. سبيل المثال زي القرموط او زي البياض او زي الصندر، جميع الانواع المفترسه دوت نشاطها دايما بيبقى في الليل. طيب هل معنى كده الانواع التانية مش موجودة؟ لا، متواجدة. طالما دي نشطة كأسماك مفترسة، نشطة بتدور على أكل، معنى كده في أسماك تاكلها. بس الأسماك ديت بالبلدي بتبقى مستخبية. يعني مستخبية؟ يعني أنت لو أنت حابب النوعية دي من الأسماك، زي مثلا البلطي أو الأسماك الصغيرة أو الأسماك الخفيفة، طبعا البلطي ممكن يوصل ل 17 كيلو على فكرة، بس عامة لو أنت كنت عايز الأسماك الخفيفة دي هتلاقيها على الحدود بتاعت الشط، او في حتة فيها اعشاب كتيرة، او كل الحاجات دي المناطق اللي فيها النوعية دي من الاسماك. طيب دلوقتي انت عشان تروح تصطاد هتحتاج اي طعم؟ مبدئيا محتاج على الاقل 3 انواع طعم. طعم بيبقى زفر، بعجينة زفرة مثلا زي عجينة سردينة، عجينة تونة، عجينة جمبري. ومحتاج طعم بيبقى مسكر، اللي هي للفريسة، لو انت في المنطقه اللي انت فيها فيها الفريسه اكتر، فانت محتاج طعم مثلا مسكر كعجينه، عجينه توم مثلا، او عجينه ذره، او عجينه بالسكر فقط، او بعيش، حاجات دي بتبقى جميله جدا، او غله طبعا والمكرونه والحاجات دي. انت دلوقتي اول حاجه هترميها طعم للاسماك الكبيره او الاسماك المفترسه. انت رميت فيها ما جبتش حاجه، انت في الحاله دي محتاج تغير الطعم، يبقى طعم مسكر. ليه؟ لان انت كده بترمي في حته مستخبي فيها الاسماك التانيه، مش الاسماك المفترسه. يعني انت لو قعدت مثلا نص ساعه ولا ساعه رامي مثلا بطعم السردين مثلا ولا بسمكه ولا بدود ومفيش حاجه جت معاك، لا يبقى انت بتصطاد في حته مستخبيه فيها السمك. مستخبيه فيها السمك، فانت محتاج اكل نوع تاني زي حاجه مسكره زي ما انا شرحت.
طبعا لو انت اصطدت في حته فيها الاسماك المفترسه، اذا كانت مثلا زي ما قلت قرموط او اي نوع من الانواع دي، او مثلا في البحر مثلا وشغال في الدنيس، بس انت بتتكلم على 35 عمق، 35 متر عمق تحت الميه عشان تخش في الدنيس والانواع دي، بالاخص في اسكندريه مثلا او في اي بلاد عربيه كتيره برضو طبعا فيها البحر المتوسط فيها سمك الدنيس او القاروص. بس انت في الحاله دي محتاج ان انت ترمي مثلا الطعم اللي انت محتاجه للاسماك المفترسه. عدت نص ساعه او ساعه ما فيش مثلا غمز او حاجه زي كده، يبقى المنطقه اللي انت فيها دي فيها الاسماك اللي مستخبيه من الاسماك المفترسه. يبقى انت في الحاله دي لازم تغير الطعم بتاعك، انه يبقى طعم مثلا غله او طعم عجينه سكريه ولا الذره المسلوقه، اي انواع من الانواع اللي هي اللي بتيجي زي السمك العجينه بالبلدي دي، المنطقه تجرب فيها النوعيه دي من الطعم. فاحنا هنا لازم نركز بالنسبه للنوعيه دي. ده دلوقتي بالنسبه للطعم. احنا دلوقتي لسه قايلين من شويه انت ليه محتاج حد معاك او محتاج اللي هو الملقاف. مبدئيا انت لو انت بتتكلم على صيد اسماك مفترسه ليلا او الاسماك الكارب مثلا ليلا، مبدئيا الكارب اللي بيعوم ليلا الاحجام الكبيره فقط، يعني 90% من انواع الكارب اللي بتبقى نشطه ليلا الاحجام الكبيره، ده بالنسبه لسمك الكارب. لكن لو اتكلمنا طبعا عن القشر البياض والقرموط والانواع ديت مثلا لو هي تصطادها في الفتره الليليه، الاسماك دي برضو احجامها بتبقى غالبا كبيره اللي بتبقى نشطه ليلا، فانت محتاج مبدئيا مساعده من حد. لو ربنا كرمك ان شاء الله هتحتاج مساعده من حد ان يكون معاك جنبك، اذا كان بالنور او اذا كان بالشبكه او الملقاف اللي هيطلع بيها السمكه. ودي مبدئيا الحاجات اللي انت طبعا محتاجها للصيد ليلا. هنراجع تاني مع بعض، لازم تاكد على الشنطه، لازم تعرف اي نوع من السمك انت رايحه، فلازم يكون معاك على الاقل نوعين او ثلاثه من الطعم اذا كان الاسماك المفترسه او اسماك العجينه. دلوقتي واحد يسالني طيب انا دلوقتي اشتغل ايه، تسقيط ولا حداف ولا غماز ولا كده؟ مبدئيا غماز او حداف جميل جدا طبعا للصيد ليلا. تسقيط من على مركب فقط، يعني دروب شوت بالليل مش حلو قوي. لو انت هتشتغل دروب شوت او هو التسقيط من على الشط ليلا مش قوي قوي، مش هيبقى قوي قوي معاك اكتر ما انت شغال على تسقيط على مركب او الدروب شوت من على مركب ذات نفسه. طيب دلوقتي لو انت حابب تصطاد بحداف، في ثلاث حاجات مهمين جدا لو انت ناوي تصطاد حداف. اول حاجه هتجيب لك جرس صغير قوي صغير كده هتركبه في بدايه الصنارة، ده يبقى مهم قوي لو انت بتحب تصطاد ليلا، هيفيدك جدا الجرس ده. تاني حاجه لما تيجي ترمي الصناره بتاعتك، الرصاص بتاعك بدايتك 30، بدايتك 30 اللي انت كده شغال، لان انت هتروح لطعم كبير بالبلدي راح لاسماك كبيره ليلا، فلو تشتغل حداف ابدا بالرصاص 30. تاني حاجه اتاكد 100% ان السن بتاعك او الحداف بتاعك جديد، يكون حد بطريقه جامده. لازم تتاكد ان السن اللي انت مركبه في الحداف يكون جديد اولا، ثانيا حد باقصى ما يمكن. ديت الثلاث نقط دول مهمين جدا ان شاء الله لو حبيت تصطاد بالحداف. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده، واتمنى ان اكون قدرت افيدكم بمعلومات عن الصيد ليلا. وما تنسوش لو الحلقه دي عجبتكم ومحتوى القناه عجب حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا وتصبحوا على خير.